إذاعة سلطنة عمان تقدم. أهلا بشهر الصوم من شهري، أهلا بالناطق المحمود في الذكر، أهلا به وصيامه وقيامه، خير الشهور وسيد الدهر، خير الشهور وسيد الدهر. رمضان، رمضان في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان. برنامج يومي يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، ينفذه المخرج علي بن عبد الله العجمي. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رمضان في أدب أهل عمان، وسنقرأ فيها قصيدة للشاعر أبي سرور الجامعي، وقد سبق أن عرفنا بالشاعر في الحلقة العاشرة من هذا البرنامج. عنوان قصيدته التي سنقرأها اليوم: الشعر بين العروبة والجهاد، وقد ألقاها أبو سرور بالمنتدى الأدبي في الليلة 15 من رمضان سنة 1416 هجرية، الموافق 4 فبراير 1996. يقول أبو سرور في هذه القصيدة مستنهضا الأمة العربية ومذكرا إياها بانتصارات شهر رمضان الكريم: حي البيانة وحي الشعر والأدب، وحي أقطابه الأعلام والقضبة، ونادي في الناس شوقي لم يمت أبدا، ولا أبو مسلم عن دهرنا ذهب، ولا أبو الطيب السامي بحكمته، كلا ولا حميري الشعر قد غرب، شادوا ممالك من أطواد شعرهم، ما كادها غالب إلا وقد غلب، فالشعر سام وأحكام وعاطفة وحكمة وإخاء حقق الأرب، تذوي الرياض ولا تذوي خمائله، إن شئتها أرجا أو شئتها شهبا، إخواننا ذي عمان المجد داركم، أهلا وسهلا كراما قادة نجبا، فشيدوا من حمى الفصحى ممالكها، وناصروا الدين مما فيه قد نشبا، فهل تنام عيون الحر هانئة، والقدس يشكو لنا الآلام والتعب، إن يسلب القدس نسلب من مواطننا، وإن نحرره عدنا سادة عربا، وهذه صخرة المعراج قائلة: أما بقي مسلم يرعى الهدى وشبا، قد كنت مصعدة المختار من زمن، واليوم يصعدني صهيون مغتصبا، وتلك لبنان والأغلال موثقة فيها، ولم تر شهما للإبا وثبا، تكوى على وجهها في كل ثانية، أحشاؤها مزقت تحت الهوان هبا، تلكم فلسطين كم نادت وكم صرخت، وكم بكت ألما واستنجدت شهبا، تقول لي وعلى أحضانها بقرت بطون أطفالها الأيتام لا سببا، أيرتضي الحر والإسلام يملكني،
إرجس اليهود ويوليني الأسى نصبا، إذا رفعت لجفني أشتكي ألمي، كواه بالنار كيا قاسيا لهبا، يهيل لي كل يوم من جرائمه شتى المصائب يسقيني بها الكربا. تسقى حدائق زيتوني إذا عطشت، دم الرضيع إذا ما صاح وانتحبا، ولم أجد من مجير منه ينقذني إلا مقالا من الأوهام قد شجبا، فأين خالدي المنصور فيلقه؟ ألم يلد لي إلا من خوى وكبا؟ يا ليتني لم أكن من يعرب نسبا، لو يشترى نسبي قد بعته بهبا. لو كنت كالنمل والأعداء تقتله، لرق لي من شقيقي قلبه وصبا. إلى متى يا متى يصلى الحنيف لظا، والأسر والقتل والإذلال والتعبا؟ إن الصقيل الذي يحمى الحنيف به والمجد والعز بالعصيان قد نكبا. يا طارق بن زياد، كيف تتركنا أسرى لأسراك بالأمس الذي ذهب؟ يا شهم أنت صلاح الدين، هبا، تجد تلك الفتوحات تبغي منك حد شبا. فلم تجد غير نمل الأرض من خلف، ما يفعل النمل إن بالنعل قد سحبا؟ ما أطلق الحر من أغلال من ظلموا إلا النضال إذا ما اشتد والتهبا. من هاب أعداءه يستعبدوه ضحا، لا يقرب الذئب بيت الأسد لو رغبا. والجبن ليس يطيل العمر من رجل، والحرب لا تنقص الأبطال ما كتبا. من ناصر الله يلقى الله ناصره، والغي فيه من الخذلان كل وبا. من سر من مأتم الأحزان يلقى أسا، من يدرع غير تقوى الله قد نكبا. من أمن الذئب أن يرعى له غنما، أفنى لها لحمها والجلد والعصبا. شهر الفتوحات يا شهر الصيام، ويا شهر القيام على الطاغوت إن نشبا. أعد لنا مرة أخرى على جذل آذار سينا وجولان على الشهبا. رباه عجل بهذا الدين منتصرا، مسترجعا غصب أهل الشرك محتسبا، مصليا لرسول الله مختتما الله أكبر، زال الظلم وانسحبا. كانت تلك قصيدة الشعر بين العروبة والجهاد للشاعر أبي سرور الجامعي، وقد ألقاها بالمنتدى الأدبي في الليلة 15 من رمضان من سنة 1416 هجرية. كنتم مع رمضان، رمضان في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان. برنامج يومي يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، ينفذه المخرج علي بن عبد الله العجمي.